السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، وسعيده باش نلقاكم في فيديو جديد على قناه سعاد تي في. كنتمنى يلقاكم فيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده. فبسم الله وعلى بركه على الله بركه الله، اليوم غادي نحضر معكم طبق جد لذيذ. فغادي نحتاج فيه جوج بطاطس قطعتهم هكا بشكل فريت، شللتهم مزيان. غادي نوضع لهم كميه لا باس بها من الماء، وغادي نوضع معلقه كبيره هكاك ديال الخل. غادي نوضعهم مده 10 دقائق فوق النار يتسلقوا لنا. الدجاج ديالي قطعته هكايا شرائح رقاقين. غادي نوضع عليه شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين صغيورين صغيورين. غادي نوضع عليه شويه ديال التحميره اللي هي البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو. غادي نوضع شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. غادي نوضع شويه ديال الكمون، معلقه ديال لاموطاد. غادي نوضع 3 معالق ديال لاشابليغ. بالنسبه لاشابليغ، انا الكمر اللي كنجيب او الخبز اللي كيبقى ليا كنحمرو حتى كيتقرمش ليا مزيان مزيان في الفران، وكنحكو في الحكاكه وكنحتفظ عليه في قريعه محكمه الاغلاق، وكيبقى لي صالح لمده طويله، وكنستعملو في القلي ديال السمك وايضا هكا في الدجاج بزاف ديال الاشياء. وضعت بيضه صغيره كانت عندي، طربتها مزيان وضعتها. وغادي نوضع الملحه. بالنسبه للبيض اختياري انا، باش يجمع لي الدجاج عملته، وباش كيعطينا واحد الفوليم وكيبين لنا كميه ديال الدجاج بانه كميه كبيره، فماشي مشكل واخا توضعوا بيضه كبيره او متوسطه. انا هذه كانت صغيره، عملتها كاملة. غادي نخلط هاد المكونات جيدا، غادي نخليهم يتشربوا شوية على ما تسلق ليا البطاطا. الدجاج ديالي غادي نضيف عليه بصلة وحدة مقطعة بشكل طولي، فلفلة خضراء وحمراء مقطعين دوائر، خضر وضعوا الخضر اللي كتحبوا اللي كتفضلوا. انا كنعمل هكايا مع هكايا صدر الدجاج مقطع، دائما فلفل خضراء وحمراء والبصل كينسجموا بشكل جيد، وبالخصوص مع هاد الاكله هذه. غادي نخلطهم مزيان مع بعض. وبالنسبه للفلفل راه كيبقى اختياري، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش ماشي مشكل. غادي ناخذ واحد الصينيه اللي غادي تدخل الفران، غادي هكايا نصب فيها الدجاج اللي شار منا. ما شاء الله ملي كنعملوا الدجاج لا شابلير مع داك البيض وكيشد راسو، كتولي تبان لنا الكميه كثيره، هو غير يعني بحال نقولوا نص صدره ديال الدجاج. البطاطا من بعد ما غلات ليا في الماء مزيان مده هكاك 10 دقائق على نار مهيله، شللتها مزيان واستقطرتها من الماء. وهكا يعني في صينيه وحده غادي نوضع نص صدر الدجاج مع الفلفل والبصل، والنص اخر بطاطا فريت. على البطاطا غادي نوضع الابزار، وايضا غادي نوضع الملحه، وغادي نوضع رشه ديال الزعتر او السحتر اللي كيبقى اختياري. توضعوا الاعشاب المناسبه اللي كتحبوا واللي كتفضلوا. بالنسبه انا غادي ندخلهم ان شاء الله للفران. ممكن البطاطا ديالكم تقليوها بوحدها، وستر الدجاج مع البصله والفلفله تشحرهم في مقله، ومن بعد غادي نكملوا ان شاء الله مع بعض الطبق ديالنا. غادي ندير شويه ديال الزيت، غير هكا نلبسهم بالزيت، ما تكتروش الزيت باش الاكله ديالنا ما تجيناش مزيته. غير هكايا شويه شويه كيشتو. غادي هكا نسويهم مزيان مزيان، نحاول ندخل فيهم الزيت. الفران على نار مجهده، ودخلت الصينيه ديالي. وهنايا في كسرنا غادي نوجد واحد الصلصه زوينه بزاف بزاف. غادي نوضع تقريبا 4 لتر ديال الحليب، 4 لتر هي كاس كبير. غادي نوضع نص معلقه ديال الابزار، بالنسبه للابزار كيبقى غير كتنسيب وصافي. غادي نوضع 2 معالق ديال نشا الذره. اذا بغيتو تعملوا النشا هي المايزينا، تعملوه ما عندكم شي وما كتوفروش عليه، غادي تعوضوه بمعلقه ديال الدقيق الفرص الابيض. غادي نوضع ايضا قليل من الملح، وغادي نخلط جيدا هاد المكونات مع بعض. وهاد الصلصه هادي غادي نوجدوها حتى يقرب الدجاج ديالنا، نخرجوه الدجاج والفريت يخرجوا من الفران، يعني ماشي توجدوها حيت غادي تعقد لنا وغادي تقساح. خصنا حتى صافي يكون الدجاج والفريت
طايبين عاد نحضروا هاد الصلصه، يعني هي الاخيره. بالنسبه للدجاج والبطاطا في الفران، النار فوق منهم، اذا عندكم الفران كيشعل من الفوق ومن التحت غير شعلوا عليهم، يكونوا مجهدين باش كيتحمروا في ساعه وما كيطلقوناش الماء يعني غير يتحمروا لنا. الصلصه ديالي هي على النار وانا كنخلط باش ما تحبب لي شي، وبسرعه كتعقد، والنار دائما نار متوسطه او لا ناقصه. الصلصه ديالي هنا ملي كتصبح بهذا الشكل يعني عقدات، غادي نضيف ليها جوج فرماجات متلتين، توضعوا الكميه اللي كتحبوا، يعني ثلاثه ولا جوج ولا اربعه شحال ما بغيتوا، اولا توضعوا اي جبن كتوفروا عليه محكوك، الجبن الاحمر اللي بغيتوا. بعد ما وضعت انا جوج فرماجات غادي نبدا نخلط مزيان باش الفرماج ديالي يدوب ليا ويعطيني واحد التعليكه في الصلصه. الصلصه ديالي خليتها كتعقد يعني ويدوب فيها داك الفرماج، والنار مهيله مهيله مهيله. والبطاطا ديالي دابا غادي نقدمها في هذا الصحن هذا، في اي طبسل عندكم تقدموها غادي نوزعها بهذا الشكل. حاول نسويها مزيان، بطاطا اللي طايبه زوينه، انا ما كنبغيش نحمرها بزاف يعني كنخليها بهذا الشكل هذا، ولكن طايبه ومقرمشه وزوينه. يمكن هاد الخطوه الاخيره يعني تقدموا في اي طبسيل، يعني واخا الطبسيل اللي غادي تقدموا فيه يعني اي طبسيل تقدموا فيه، الدجاج ديالي حتى هو غادي نوزعوا بنفس الشكل. الدجاج كيجي رائع جدا جدا جدا، اللي فيه واحد القرمشه عجيبه من برا، الفلفله والبصل كيجيو رائعين. من بعد ما قديت الدجاج ديالي بهذا الشكل حتى هو بطبقه متساويه وكنوزعو، غادي ندير هكا شويه ديال الزيتون اخضر، ممكن تعملوا الكورنيشو، ممكن توضعوا بزاف الاشياء يعني اللي كتوفروا عليها ضيفوها وكتحبوها. الصلصه ديالي هنا غادي نخلطها مزيان وغادي نوزعها على الطبق ديالي. بالنسبه لهاد الصلصه اذا ما بغيتوش تعملوها ما تعملوهاش، وتقدموا الطبق ديالكم غير هكايا الفريت مع الدجاج حتى هو كيجي طبق زوين بزاف بزاف وبنين. يعني الصلصه غير كتزيد تجمع لنا هاد الطبق هذا، كتزيد تعطيه واحد التعليكه وواحد المذاق زوين. غادي نوزع الصلصه بهذا الشكل هذا، نحاولوا نوزعوها جميع الجوانب. الصلصه من بعد ما وزعتها غادي نزيد ندير غير شي شويه ديال الفرماج المحكوك. بالنسبه لهذا الفرماج المحكوك كيبقى اختياري، بالنسبه انا درتو غادي ندخل رجع هذا البلاطو ديالي او هذا الطبق ديالي هذا للفران غير واحد شويه يدوب ليا الفرماج وغادي يصبح جاهز. بالنسبه اذا ما وضعتوش الفرماج المحكوك فماشي مشكل، واخا نيشان غير تعملوا الصلصه وتقدموا الطبق ديالكم بلا ما تحتاجوا ترجعوه هنا للفران. غادي نرش شويه ديال الصحتر من الفوق، ندخلوا شويه للفران ونشوفوا الشكل النهائي مع بعض. من بعد ما دب ليا الفرماج كيصبح هذا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. بالنسبه للفرماج اللي محكوك ما كيبانش نهائيا مع الصلصه، لان الصلصه يعني كتخلينا ما نحتاجوش الفرماج غير هكا كاضافه وصافي. غادي نرش شويه ديال المعدنوس من الفوق باش يعطيني واحد الخضوره مزيونه في الطبق، وكيبقى اختياري. نتوما عندكم الاختيار تزينوا الطبق ديالكم باش ما بغيتو وباش ما حبيتو. الطبق ديالي هو هذا عن قرب، كيجي رائع. الصلصه كتجمع لنا ما بين الدجاج وما بين البطاطس، كيكون واحد الطبق اللي جد جد رائع، واحد النسيمه طالعه منه زوينه. الصلصه كتجي بنينه 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 بزاف، وكيف قلت لكم اللي ما عندهاش نشا اولا المي زينه فتعوض بالدقيق، كيجي ايضا تماما بحال هاد النتيجه هادي. كنتمنى يكون باين لكم الطبق. بالنسبه لهاد الطبق ممكن تعمروا به البطبوط اولا تعمروا به هكا خبيزات ديال الساندويش، ايضا ممكن تعمروا به حتى الكمير، كيجي رائع ولذيذ لذيذ بزاف، ومتاكده غادي يعجب الصغار وغادي يعجب الكبار. نتمنى تجربوه تردوا عليا. كنتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، الله يجازيكم بخير، رايكم في التعليق، واذا كان يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات تقولوها لي.
كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية، مع السلامة.